قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة كييف وهجوما بطائرات مسيرة على مدينة لفيف في الغرب. وأضاف مسؤولون عسكريون أن وحدات الدفاع الجوي عملت على صد الهجمات الروسية، في حين ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن كل أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب للغارات الجوية. أدان البيت الأبيض بشدة الهجوم الروسي على مدينة بولتوفا الأوكرانية، والذي قتل أكثر من 50 شخصا وأصاب العشرات وفق البيان. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل دعم كييف بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك توفير أنظمة الدفاع الجوي. وشدد البيان على أن روسيا لن تنتصر في هذه الحرب، وأن أوكرانيا ستظل صامدة بدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وفق قولها. وللمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي. ديالا، أهلا بك معنا. ديالا، إذن هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تستهدف وسط أوكرانيا، ما هي المناطق التي استهدفتها أو استهدفها الجيش الروسي وما أهميتها؟ نعم، أهلا عبد الرحمن. بالفعل وزارة الدفاع الروسية اليوم أكدت بأنها قامت باستهداف منطقتين، أولها بولتافا كما ذكرت، وأخرى هي مقاطعة الفوف. في مقاطعة بولتافا، بحسب الجيش الروسي، بصواريخ أو بأسلحة عالية الدقة تم استهداف مركز لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى مدربين من الناتو الذين بحسب وسائل إعلام كثيرة كانوا متواجدين في هذا المركز. أما ما يخص مقاطعة الفوف، قام الجيش الروسي بصواريخ من طراز كنجال وأيضا مسيرات باستهداف منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في هذه المنطقة، وبحسب الدفاع فتم الوصول إلى جميع هذه الأهداف. أهمية هذه المناطق بالنسبة للجيش الروسي تكمن في أن هناك في هذه المناطق التي استهدفتها القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة يتم يعني تتمركز القوات الأوكرانية، وأيضا إضافة إلى ذلك المعدات، وفي حال يعني تم التأكيد أن وجود مدربين أيضا. لنتذكر التحذيرات الروسية سابقا، هي أكدت بأن الأسلحة الغربية، المدربين من الناتو إن كانوا في مناطق متفرقة توزعوا في أوكرانيا وساندوا الجيش الروسي، فهم سيكونوا أهدافا مشروعة للجيش الروسي، وهذا ما تقوم به الوقت الحالي. روسيا تقوم بحسب التصريحات الرسمية والرواية الرسمية الروسية باستهداف هذه المناطق، إن كان مراكز تجمع القوات الأوكرانية، مراكز تجمع مسلحين تسميها موسكو بالمرتزقة، وأيضا مستودعات للأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية أخرى. نعم. كون أن روسيا خلال هذه العملية العسكرية تحاول تدمير جميع هذه المعدات وإضعاف القوات الأوكرانية لوقف هجومها. أيضا عبد الرحمن، اليوم الجيش الروسي أعلن سيطرته على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، وبالأخص في جمهورية دانييسك، وأكد أن قواته تواصل التقدم. يعني جميع هذه من الممكن قراءة هذه الضربات الروسية بأنه جزء من الرد المتعدد للجانب الروسي على التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الذي بدأ في 6 أغسطس ومستمر حتى الوقت الحالي. نعم عبد الرحمن، شكرا لك من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي على كل هذه المعلومات. قال الكرملين إن تصعيد الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا وتصرفات الغرب فرضا على روسيا ضرورة مراجعة عقيدتها النووية. المتحدث باسم الكرملين أكد أن العمل على تغيير العقيدة النووية الروسية ناجم عن تصرفات الغرب، مشيرا إلى أن روسيا تأخذ في الاعتبار أن كييف ستستخدم أسلحة أمريكية بعيدة المدى في هجماتها على الأراضي الروسية. ووضح أيضا أن موسكو سترد بشكل فوري على أي ضربات تتعرض لها بأسلحة غربية بعيدة المدى. روسيا عندما كانت الاتحاد السوفيتي أجرت أول تجاربها النووية عام 1949، وكانت تحمل اسم جوان، التجربة النووية السوفيتية الأولى
جاءت بعد 4 سنوات من امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية أولى قنابلها النووية، والتي استخدمتها ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. لاحقاً شهدت بداية حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 5 اختبارات نووية أجرتها روسيا في منطقة بالقرب من القطب الشمالي. وتوجت اختباراتها النووية بتجربة أجرتها عام 1961 عندما اختبرت قنبلة القيصر. كان الاختبار لنصف القوة التدميرية للقنبلة، أي نحو 50 ميجاتون، وأطلق على هذا الاختبار رقم الكود 123. إذن القوة التدميرية للقنبلة تساوي 40 ضعفاً من أقوى القنابل النووية التي تملكها الولايات المتحدة، أي ما يعادل 3000 ضعف القوة التدميرية لقنبلة ليتل بوي التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما. بعد ذلك التاريخ توقف العالم عن احتساب قوة القنبلة النووية بالكيلوطن بل بالميجاطن، وهي وحدة قياس تساوي 1000 كيلوطن، ما يعني أن القنبلة التي تصل قوتها التدميرية إلى 1 ميجاطن تولد انفجاراً يكافئ تفجير 1,000,000 طن من مادة TNT. في 22 يناير من كل عام تحتفل روسيا بيوم طياري مقاتلات الدفاع الجوي. هذه المناسبة تكون لاستعراض الترسانة الجوية والكشف عن أحدث الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية وطائرات النقل العسكري فضلاً عن المروحيات. فأسطول الطائرات المقاتلة الذي يتباهى الرئيس الروسي بامتلاكه يتضمن أكثر الطائرات قدرة على المناورة، وهي الشبح أو اسمها العسكري سوخوي 57، التي تحمل أسلحة فائقة التطور. المقاتلة سوخوي 27 متعددة المهام من صنع الاتحاد السوفيتي. المقاتلة ميج 29 تتمتع بقدرة على حماية الطائرات الحربية الأخرى مع دقة في إحراز ضربات على الأرض. من العائلة نفسها ميج 31 الاعتراضية، وهي أساسية في تشكيلة القوات الجوية الروسية التي تم تزويدها بصواريخ كنجال الباليستية القادرة على التحليق بسرعة تزيد على 10,000 كيلومتر في الساعة. ميج 31 سيتم تحديثها مستقبلاً لتصبح ميج 41، التي يمكن اعتبارها طائرة اعتراضية جو فضائية، أي يمكن استخدامها لإسقاط أهداف فضائية في مدار الأرض المنخفض. أما حمل الرؤوس النووية والتقليدية فهي من مهام المقاتلة 260.